فكر مع فكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا مرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. لقاءنا اليوم إن شاء الله هنتكلم فيه عن أكثر من حاجة، هنتحدث عن أمور طبية، هنتحدث عن شبكة المراسلين الخاصين ببرنامج مع القادة، هيكون لنا تعليق رياضي على مباراة مصر أمس. بس نبدأ الأول بالخبر الطبي. للأسف كثير من الأطباء ما يسمعوش عن مرض اسمه الام اس او التصلب المتعدد، وبيصيب مجموعة كبيرة جدا جدا. الإحصائيات في مصر تجاوز العدد اكثر من 50,000 مصاب، ولو رجعت أي طبيب، وربما للأسف بعض التخصصات القريبة جدا جدا من المخ والأعصاب ما تعرفش عنده إجابة. فكان لازم برنامج مع القادة يستضيف المسؤولين والقادة في هذا الأمر، نتحدث منهم عن هذا المرض، إيه أسبابه، إيه علاجه، إزاي لما يكون حد عنده مريض يتعامل معاه، نخفف عن الأسر اللي فيها مريض، لأن يقينا البيت اللي فيه مريض 100% البيت كله مريض، والبيت كله بيكون في حالة غير الحالة الطبيعية اللي هو عايشها. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض، وأن يعافي كل مبتلى، وأن يرفع الهم عن المهمومين، وأن يرفع الحزن عن المحزونين، وأن يقضي الدين عن المدينين. هيكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور عادل حسنين، أستاذ المخ والأعصاب بالقصر العيني جامعة القاهرة، وأمين عام جمعية الام اس المصرية، هيكون معنا بعد لحظات نتحدث مع سيادته عن هذا المرض وكيف نتعامل مع المريض، ما هي أسبابه وما هي طرق علاجه. لكن خلونا نبدأ مع شبكة المراسلين تبع برنامج مع القادة. كنا أعلننا في الأسبوع الماضي أن برنامج مع القادة يطلب مراسلين من كل المحافظات، مش كده وبس، احنا عاوزين حتى في كل القرى في كل المراكز يكون في تواصل بيننا وبين الشباب اللي هو عاوز يخدم بلده بجد. أنا هقول لكم على حاجة، برنامج مع القادة لن يتقاضى أي مبالغ لأي إنسان، من أي إنسان يخرج معنا في الهواء أو يتصل معنا ويتواصل مع برنامج مع القادة، وأي قضية نطرحها ببرنامجنا لم ولن نتقاضى عليها أي مبلغ، لا يهمنا إلا المصلحة العامة. مفيش واحد يطلع في برنامج مع القادة ويدفع حاجة، كمان برضو عشان ما نظلمش الناس اللي بتطلع معانا، وكمان الناس اللي بتطلع معانا ما بتاخدش مننا اي حاجة. برنامجنا بنطرح قضايا فعلية، نبحث مع بعض عن حلول، في تواصل مع الجهات المسؤولة. فانا بنقول طيب خلينا في كل القرى في كل المراكز يكون لنا تواصل مع المخلصين، حتى اللي بيطلع معانا ويتحمل السفر ويروح يصور ويبعت لنا القضية هو إنسان إيجابي، ما بيتقاضاش مننا حاجة، لكن بيطرح قضية مصلحة عامة. المطلوب مننا إن احنا نكون عارفين مين الشخص اللي طالع معنا، فبيبعت لنا السي في على الأرقام اللي هي معلن عنها في الفيس، أو حتى على الأرقام اللي هتظهر تباعا خلال الهوا، بيبعت لنا السي في تبعه أو السيرة الذاتية تبعه، مؤهل تبعه، صورته، البطاقة، إذا كان في خبرة في هذا المجال بيتواصل معنا. بنحدد في كل محافظة شخص بيتم عمل الكرنيه له أو التصريح له من برنامج مع القادة عشان يقدر يتعامل مع المسؤولين في كل محافظة، وهو بإمكانه أنه يختار لنا كمان مجموعة مراسلين من كل المراكز عنده في هذه المحافظة. عاوزين نوصل في الآخر يا جماعة أن احنا بجد نقدم خدمة خالصة لله، ونخدم بها أهلنا ونخدم بها بلادنا. الفكرة برضو البرنامج مع القادة هيتبناها إن شاء الله من بداية العام الجديد بعد انتهاء الانتخابات، شغالين عليها حاليا، فبنقوم بإعداد كل أسماء الناجحين في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ، بناخد الاسم هو نائب شيوخ ولا نائب برلماني،
ورقم تليفونه والعنوان تبعه، ونبدأ مجموعة شبكة المراسلين معنا ببرنامج مع القادة، هيتواصلوا معنا والله من محافظة كذا، من مركز كذا، في مشكلة كذا، ناخد المشكلة دي وهنوصلها للسيد النائب اللي هو في نفس الدائرة ونتواصل معنا. معنا على الهواء مباشرة مدير مكتب برنامج مع القادة بدولة رومانيا دكتور عبد الله. السلام عليك يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا دكتور دكتور رمضان، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أسعدتنا وشرفتنا، ومن حسن الأمر الجميل إن الدكتور عبد الله هو أول مصري يقدم برنامج مدته 12 ساعة شهريا لإظهار مكانة مصر وإنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبرنامج بالمجهود الذاتي وليس هناك أي جهود حكومية أو مسؤول عن هذا البرنامج. حضرتك ممكن تقول لنا التفاصيل دكتور عبد الله عن هذا الأمر؟ حضرتك طبعا هي تجربة فريدة أصبحت تدرس في الخارج. ما تم عمله في رومانيا لم يتم عمله في أي مكان آخر. تمام. كما تعلم حضرتك ويعلم القاضي والداني ما تعرضت له مصرنا الحبيبة بعد ثورة 30 يونيو. كان هناك تشكيك في الثورة، تشكيك في الأحداث اللي حصلت. تمام. فنحن كمصريين برومانيا وبالخارج طبعا في قنوات معارضة للأسف يعني تدخل البيوت في رومانيا. تمام. بمعنى هناك في رومانيا ودول أوروبا كلها نظام اسمه نظام الكيبل. تمام. نظام الكيبل اللي هو القنوات التلفزيونية بتتفرج عليها من غير دش، من غير جهاز ريسيفر، من غير أي حاجة. تمام. فوجئت ان القنوات ديت يعني بتنتقص من مصر وتبث السموم المصريين الحبيبه. طيب انا كعبد الله مباشر او كمصري في الخارج كقوه ناعمه اعمل ايه؟ طبعا فكرت ان انا طبعا احاول ان انا اكلم الناس وبتاع، ما كانتش طبعا طريقه. قلت لازم يعني اذا هم بيحاربونا بالاعلام احنا كمان نحاربهم بالاعلام. تمام. بس في فرق كبير بين اعلامنا احنا، الاعلام المصري الوطني، واعلامهم هم. اعلامهم هم بيسب وبيشتم وبيبث السموم، اعلامنا نحن لا، اعلامنا احنا ما بنشتمش حد، ما بنسبش على حد. تمام. احنا بنحاول ان احنا يعني نقول انجازات بلدنا، انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ايه هي مصرنا الحبيبه؟ ايه هي السياحه؟ ايه هي التاريخ بتاع مصر العظيم؟ فطبعا اتفقت مع احد يعني كنت انا صاحب الفكره، عرضت على صديق ليا كسبونسر. طبعا حضرتك في الاعلام وعارف اي حد بيشتري وقت الاعلام بالثانيه بيتحسب. تمام. فما بالك في اوروبا. والحمد لله تمكنا ان احنا ناخد 12 ساعه شهريا من التلفزيون الروماني، القناه الثالثه في التلفزيون الروماني. تمام. تخيل كده حضرتك وانت في رومانيا لما تفتح في اوروبا، لما تفتح التلفزيون تشوف برنامج الفراعنه، تشوف القران الكريم، تشوف انجازات على نشيد الوطن المصري في اوروبا. تمام. فطبعا الحمد لله ناس هناك جابوا صوره ثانيه خالص غير اللي كانوا بيسمعوها. ما يعني اختلفت الصوره عندهم، بانت الحقيقه، بنت ايه هي مصر، بنت ايه هي عظمه مصر. فطبعا هناك البرنامج يقدم باللغتين، اللغه الرومانيه واللغه العربيه. تمام. بحيث هناك الزواج المختلط لما يكون في اسره مشتركه قاعدين يتفرجوا على التلفزيون يبقى الاثنين فاهمين. ما انا لو زعت عربي بس هناك في رومانيا مش هيكون له تاثير عليه حاجه. تمام. واكون استهدف نوعيه معينه. تمام. ولكن انا هناك في رومانيا بستهدف الجمهور الروماني، الشعب الروماني، بستهدف الكبير والصغير، ان انا اقول لهم ايه هي مصر؟ ايه هي عظمه مصر؟ فالحمد لله كان افتتاح البرنامج عنده كان يوم افتتاح قناه السويس الجديده. تمام. فالحمد لله اشترينا 12 ساعه شهريا بواقع ثلاث ساعات كل شهر وثلاث ساعات كل اسبوع،
بالنسبه للترجمه باللغه الرومانيه، من هقول لحضرتك يعني انا ما بعتمدش، مع احترامي لدولتنا المصريه، ما بعتمدش في التمويل على مصرنا الحبيبه، لا ده دي تمويل ذاتي، تمويل ذاتي. يعني شوف حضرتك، انا اللي بقدم البرنامج بنفسي، عندي ابني في كليه الطب في سنه خمسه، هو اللي بترجم البرنامج كلمه كلمه. تمام، عارف حضرتك طبعا الترجمه لازم تمشي الصوره مع الكلمه، شايف؟ فترجم هناك فيلم اسمه حكايه وطن، اللي كانت تتكلم عن الانجازات وعلى الاسكان الاجتماعي، وترجم برضو ايضا افتتاح قناه السويس. والحمد لله البرنامج هناك ليه صدى جامد جدا في اوروبا، مش في داخل رومانيا بس لحضرتك، انا عملت لقاءات كثيره جدا مع رؤساء الجاليات في امريكا، في ايطاليا، في فرنسا، في استراليا، في جميع الدول. والحمد لله كان برنامج الفراعنه من التلفزيون الروماني ليه سبب ان انا عملت لقاء مع وزير خارجيه رومانيا تودور ميريسكانو. تمام، كنت متفق معاه ان انا اعمل معاه 10 دقائق، من كتر الراجل محب مصر قعد يتكلم 44 دقيقه عن مصرنا الحبيبه، ما كانش عاوز يخلص، شايف؟ والحمد لله كان ليا برضه السبت ان انا عملت لقاء مع رئيس رومانيا يون اليسكو، ومع تركت الاحداث اللي كانت موجوده في رومانيا، بقيت يعني بقيت اخذ الاشياء الجميله في رومانيا انقلها مصر، والاشياء الموجوده في مصرنا الحبيبه ان انا انقلها اوروبا. شوف حضرتك كده، لما تكون كده تجي لك رساله من واحده مسنه، من ست كبيره مسنه، بتقول لي انا ساعه البرنامج بتاع الفراعنه بقدم جنب التلفزيون عشان اشوف الكتابه، عشان اشوف الترجمه. شوف حضرتك الناس هناك ازاي متعلقه بمصر، متعلقه بحب وطننا الحبيب. دكتور عبد الله، بعض الرسائل بتقول لنا يا ريت الدكتور عبد الله يتبنى بعض الشكاوى للمصريين اللي تصل البرنامج مع القاده، وخاصه في رومانيا او في اوروبا. طبعا طبعا شرف كبير ليا، اي في طبعا بجانب ان انا مقدم برنامج فراعنه، وان انا طبعا ليا الشرف النهارده ان انا اكون مدير مكتب برنامج مع القاده في رومانيا، شرف كبير ليا. بالاضافه لذلك انا ماسك رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في رومانيا، فهناك جميع مشاكل المصريين اللي بقدر احلها بتوصل عندي هناك في كجالية مصرية موجودة هناك. دكتور عبد الله، مدير مكتب برنامج مع القادة برومانيا، شكرا لحضرتك. برنامج مع القادة يتلقى أي شكاوى تخص المصريين في رومانيا، أيضا إن شاء الله برنامج مع القادة هيكون له في كل دولة مدير مكتب، زي ما احنا عندنا داخل مصر بعض المحافظات حاليا، وهتكتمل إن شاء الله كل المحافظات مدير مكتب برنامج مع القادة في المحافظة. والآن معنا على الهواء مباشرة الصحفية الأستاذة ندى حامد، مراسل مديرة مكتب برنامج مع القادة في محافظة كفر الشيخ. أستاذة ندى، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. مساء النور، أخبار حضرتك؟ الحمد لله، ازيك يا دكتور؟ الله يسلمك. أستاذة ندى، ما هو الجديد لديك داخل محافظة كفر الشيخ اليوم؟ والله محافظة كفر الشيخ مليئة بالأحداث دايماً. اتفضلي حضرتك. والله احنا عندنا خبر تكريم نائب وزير التربية والتعليم. تكريم نائب وزير التربية والتعليم مجاهد. تمام، للتكريم للدكتورة بوسعينة كشك وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ضمن أفضل 10 مدارس على مستوى الجمهورية. كفر الشيخ كان لها نصيب تميز 3 مدارس، يعني محافظة كفر الشيخ أخذت 3 من 10 على مستوى الجمهورية كأفضل 3 مدارس. بالضبط، كانت من ضمنهم المدرسة الثانوية الصناعية للبنات. تمام، ومدرسة فوق الثانوية الزراعية. تمام، ومدرسة سيدي سالم الثانوية الدكرية. تمام، طبعا المدارس دي للناس اللي ما تعرفش هي فازت بالمشاركة ديت بسبب 3 حاجات، هي كان في إعادة تدمير للمكهنات بمجلس المدينة. تمام، وصناعة مظلات ومقاعد وألعاب أطفال، يعني إعادة تدوير بمعنى أصح.
كمان كانوا المدارس الطلاب كانت بتعمل إضافة لدهانات عدد من المواقع الخدمية بالمحافظة وأعمدة الإنارة وأشباك الكهرباء. يعني مشاركة هذه المدارس الثلاث في عمل خدمات عامة. بالضبط، يعني كانوا بيعملوا ربط ما بين المدارس وسوق العمل علشان الطلبة تعمل تلاقي فرص عمل عقب إتمام الدراسة، سواء كان بالمصانع اللي اتدربوا فيها من خلال التعليم أو بسوق العمل الخارجي. يعني عايزه تقولي مثلا كتدريب عملي لهؤلاء بالضبط. الطلبه على ارض الواقع، ما هو بالضبط. لدينا من اخبار اخرى غير هذا الخبر؟ طبعا عندنا الخبر الاساسي بتاع الانتخابات، كفر عندنا الشيخ طبعا وما ادراك ما كفر الشيخ، واخبار فيها جميله. طبعا احنا عندنا الدائره الاولى كانت كفر الشيخ وقالين طبعا فاز فيها، احنا نازلين ستة نواب نازلين إعادة، كان طبعا من ضمنهم النائب أحمد طنطاوي تمام. وباسم حجازي والسيد شمس الدين واللواء مراد القطان وياسر منير ومحيي القطان، دول نازلين إعادة إن شاء الله الجولة الجاية. يعني النائب أحمد طنطاوي إعادة ولا فاز بالجولة الأولى؟ لا هو نازل إعادة. نازل إعادة. تمام. وعندنا الدايرة الثانية سيدي سالم والرياض بنزل فيها أربعة، علي أحمد ومحمد هاشم ومحمد مفتاح وماهر المصري. الدايرة الثالثة اللي هي الحمول وبالة والبرالوس نزل فيها عصام عبد الغفار ويونس عبد الرازق ومحمد زكي وعزت عبد الرحمن. والدايرة الرابعة وأخيرا اللي هي السوق وفوا ومطوبس نزل فيها محمد عبد العليم داوود تمام. واللي هو صلاح المعداوي وعادل النجار ويوسف البدري ومحمد الصموتي وعادل عبد السلام. عندنا خبر أخير، يعني كفر الشيخ الإعادة هتكون خلال الأسبوع الأول إن إن شاء شاء الله الله من شهر 12. إن شاء الله من شهر 12. تمام. هل لدينا أخبار أخرى في محافظة كفر الشيخ؟ عندنا خبر طبعا أساسي كده للأمن، طبعا في تم ضبط عدد كبير جدا من نبات البانجو بمركز البرولوس. يعني تم ضبط طبعا عدد من زراعة البانجو، يعني زرعة البانجو بالضبط من في مركز البرولوس. طبعا ده كان عقب ورود معلومة للسادة ضباط مركز البرولوس. تمام. وبعدها طبعا اتعملت التحريات اللازمه، وبعد كده استصدار اذن من النيابه العامه ضبطوا مع المتهم سلاح ناري وطلقات من ذات العيار. هل تم القبض على احد؟ طبعا تم القبض على المدعو طبعا بدون ذكر منتصر اسماء. نعم، لو حروف بس عادي. تمام. هو 45 سنة عامل زراعي، هو طبعا استغل الزراعة وزرع مخدر البانجو. تمام. طبعا هم ضبطوا كرتونة بداخلها 20 لفافة لمخدر البانجو. تمام. بالإضافة لثلاث لفافات كبيرة الحجم من ورق الأسمنت بداخلها النبات نفسه. بالإضافة إن كان في سيارة علشان تساعده على التنقل، والأشجار بقى اللي هي كانت مزروعة ده نبات أخضر. كان في مبلغ مالي وطبعا هاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائه. كل التحية والتقدير طبعا للجهاز الشرطي والأمني في محافظة كفر الشيخ على هذا المجهود. طبعا كل التحية السيد اللواء خالد العزب، كل التحية والتقدير حقيقي، يعني خاصة مركز البرولوس عامل شغل كبير جدا. تمام. في الفترة اللي فاتت، ونتمنى ليهم التوفيق في الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله تعالى. الأستاذة ندى حامد مدير مكتب برنامج مع القادم محافظة كفر الشيخ، شكرا لحضرتك. معنا على الهواء مباشرة الأستاذة حنان ناصر مراسل برنامج مع القادم من محافظة بني سويف. سلام عليكم أستاذة ندى. أستاذة حنان، ألو. السلام عليكم أستاذة حنان. يمكن نحاول اتصال مرة تانية. طبعا الأستاذة ندى حامد ذكرت ان خبر امني بالنسبه للضبط عامل زراعي يستغل مهنته ويزرع نبات البانجو، وكل الشكر والتقدير طبعا الانسان لما يكون ايجابي ويبلغ المعلومه للجهات المسؤوله. كل انسان يلاقي خطا لو تحرك وكان ايجابي في هذا الموقف اكيد مصر هتتغير. الدنيا مش في يوم وليله يا جماعه،
الناس زعلانة ان مصر لسه هو بنحاول نبدأ. احنا بادئين وبادئين بقوة. امريكا اللي هي امريكا تتشدق بالديمقراطية، لماذا لم يعلن حتى الآن من الفائز في الانتخابات؟ يا ترى ترامب ام بايدن؟ اكيد لو كان الامر عندنا كان العالم كله اتكلم، والتأخير ده كان عندنا كان العالم كله اتكلم. اما في امريكا الاعلام العالمي لا يرى لا يسمع لا يتكلم. عندنا في مصر ايضا الانتخابات، خلينا نتكلم كلام شويه بشفافيه. قبل ما اتكلم معانا الاستاذه حنان من محافظه بني سويف، مراسل برنامج مع القاده. السلام عليكم استاذه حنان. عليكم السلام. اخبار حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ الله يسلمك. ما هو الجديد لديك الان من محافظه بني سويف؟ في عجالة استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أمس بمكتبه فعل خير، رفض ذكر اسمه المتبرع بأول جهاز غسيل كلوي ألماني مخصص للأطفال بمستشفى الجامعي. وأعرب الدكتور منصور عن شكره وتقديره لهذا التبرع والذي يأتي كنتيجة لتضافر الجهود الرسمية والشعبية في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة بني سويف وترسيخا لمبدأ المشاركة المجتمعية. تمام. أيضا قبل بس ما تذكري، كل الشكر والتقدير لفاعل الخير الذي لم يذكر اسمه ولكن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، أسأل أن يبارك له في أموالي وفي أولادي وفي صحتي وفي عافيتي، وأن يكثر من أمثالي في كل المحافظات جهاز كلوي متبرع به فاعل خير للأطفال في محافظة بني سويف. تفضلي أستاذ حنان. ايضا لجنه من البيئه تزور محميه وكهف وادي صنور لتاهيله تاهيل محافظه بني سويف سياحيا، رافق اللواء حسام حموده السكرتير العام لمساعد محافظه بني سويف لجنه من وزاره البيئه خلال زيارتها لمحميه وكفر وادي صنور للدراسه الميدانيه للسبل الممكنه لتدعيم وتامين كهف جيولوجيا ووضعه على الخريطه السياحيه المصريه، بالإضافة إلى دراسة الطرق المؤدية للكهف وسبل تطويره وجعله أيسر للزوار ووضع مجموعة من البرامج التوعوية لسكان المنطقة المحيطة بالكهف. الأستاذة حنان ناصر مراسل برنامج مع القادة، شكرا لك على هذا التقديم الجميل وهذه الأخبار الجميلة، وبالتوفيق دايما. محافظة بني سويف بصراحة متقدمة، فيها شغل عالي جدا جدا خاصة في المجال الصناعي، وخيرا فعل السيد رئيس الجمهورية لإعطاء التعليمات بإنشاء مجموعة مصانع كبيرة جدا جدا في محافظة بني سويف. هنكتفي بأخبار المراسلين، الأستاذ عبد الله من دولة رومانيا، الأستاذة حنان من كفر الشيخ، عفوا الأستاذة حنان من محافظة بني سويف، والأستاذة ندى حامد من محافظة كفر الشيخ، وسوف يكون لنا في كل لقاء تواصل مع مراسلين برنامج مع القادة في كل المحافظات، بل في بعض الدول سواء عربية أو دول أجنبية. كل من يريد أن يقدم خدمة لبلده وأن يكون تواصل مع برنامج مع القادة يريد يرسل لنا السيرة الذاتية تبعه، ويكون في تواصل بينه وبين الإعداد، سواء الأستاذ أحمد بيبو أو الأستاذ محمود الشريف. وسوف نقوم باختيار من نراه من وجهة نظرنا أنه يستطيع أن يؤدي هذا الأمر حبا في بلده وحبا في أهله وحتى يكون إيجابي. طبعا في صدر حلقتنا أنا ذكرت مشكلة المرض الـMS اللي هو انتشر عندنا في مصر، وللأسف بعض الأطباء ربما ما يسمعوش عنه، فكان لازم يكون لنا تواصل مع المسؤولين. برنامجنا اسمه مع القادة، مع القادة في كل المجالات، في الجيش، في الشرطة، في القضاء، في الطب، في الهندسة، فأكيد في الرياضة لما نلاقي عندنا مشكلة زي دي لازم نتواصل مع حد متخصص، حد قيادي، حد مسؤول. هيكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور عادل حسنين، أستاذ المخ والأعصاب بالقصر العيني جامعة القاهرة، وأمين عام لجنة الـMS المصرية. السلام عليك يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دكتور رمضان. أسعدتنا وشرفتنا بالاتصال معاليك. الله يبارك فيك. معالي الدكتور، مرض الـMS الجديد عندنا، كثير من المصريين لا يعرفون عنه شيء، ماذا عن هذا المرض بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المرض ببساطة هو مرض
التهاب حاد في المخ والنخاع الشوكي نتيجة اضطراب مناعة في الجسم. المرض ده قديم حديث، وعلشان نطمن الناس المرض ده بيجي بنسبة 30 لكل 100,000 حالة. يعني لو عندنا مليون يبقى عندنا 300 حالة. يعني كل مليون في 300 حالة. بس زي مصر قلنا 100 مليون يبقى احنا عندنا 30,000 حالة. 30,000 حالة. ايه الميزة في المرض ده وايه العيب؟ العيب الكبير انه بيجي في هل السن من 20 ل 40 سنة. معالي الدكتور، هل في بعض الأمراض فيها ميزة؟ فيها ميزة. التشخيص المبكر والعلاج المبكر يرجع المريض إلى ما كان عليه وأحسن شوية. يعني في حالة العلاج المبكر والتشخيص المبكر المريض يرجع أفضل مما كان. بالظبط حضرتك. بشرة جميلة يا دكتور. المشكلة في المرض إن بيتأخر التشخيص وبيتأخر العلاج، لحد حتى من سنتين اتنين بس كان بيقول إنه المرض زي الأمراض الأخرى اللي هي عبارة عن نيورو ديجنتيف، يعني ضمور في الأجهزة العصبية. البعض قال ضمور والبعض قال جلطات. لا، الحديث اللي هو الانفلاماتوري اوتو اميون، يعني اضطراب في المناعه. والحقيقه في تطور مذهل في التشخيص وتطور مذهل في العلاج في الفتره الاخيره. مش بس كده، المرض اللي قلت لحضرتك بيصيب السيدات ما بين 20 و40 سنه اللي هو السن الفعال. تمام. الستات للرجاله من 3 ل 2 تقريبا. صحيح ممكن يجي في السن صغير قبل 20 او السن فوق ال 40، لكن هو المين بلك بتاعه او الحين من 20 ل 40. من 20 ل 40 سنه. تمام. بيجي بايه اعراضه؟ طب دكتور معلش، قبل اعراضه يا دكتور معلش اتحملني بس شويه، قبل اعراضه ايه اسبابه؟ طب ايه اسبابه؟ اسبابه عباره عن مثلث هرمي، مثلث ثلاث اسباب. تمام. استعداد وراثي، ولقينا اسباب نوعين من انواع الجينات مسؤول عنه. تمام. هذا الاستعداد الوراثي مع وجود حاجتين مهمين جدا، الحاجه الاولانيه فيروسات زي الابستان بار والسيتوكين فيروس تضرب الجهاز العصبي. تمام. مع واحد معرض لستريس وتوتر وقلق. مع التوتر والقلق. تمام. جينيتك فاكتور، عوامل جينيه، مع فيروسات، مع استعداد شخصي عن طريق الستريس والتوتر وكذا. تمام. حضرتك ازاي؟ معاك يا دكتور. وبالتالي اكثر سن استرس هو السن بتاع العشرينات ل40، المذاكره والجامعه والجواز والانطلاق والى اخره. تمام. مع فيروس كامل يبدا ينشط يضرب جزء في الجينات، يحصل اللي هو الام اس. الام اس هو التهاب الاعصاب المتناثر اللي هو بيجي في العين يؤدي الى مشاكل في الاستقرار. كده هوصل انا بقى، كده هوصل للاعراض يا دكتور، اللي هي الاعراض. بالظبط كده. ايه الاعراض بقى؟ اعراضه ممكن تبقى اعراض اي حته في الجسم ممكن تيجي فيها، عباره عن تنميل في الايدين والرجلين. تمام. مشاكل في النظر. تمام. مشاكل عند الرجاله في الانتصاب. تمام. مشاكل في الاتزان، مشاكل في التحكم في البول، يحرك رقبته يحس ان في كهرباء بتجري في ظهره من ورا. تمام. يحس ان هو ضعف في الايد والرجل. تمام. في الرجلين. اهم حاجه في الحاجات دي تيجي مره واحده وتقعد اكثر من 24 ساعه، مهم جدا العرض يكون بيقعد اكثر من 24 ساعه، وما بين العرض والعرض اللي قبليه على الاقل شهر، عشان اقول دي هجمه في من هجمات الجهاز العصبي. تمام. يعني ببساطه واحد يجي له النهارده يقول لك مره واحده تقوم الصبح شايفه بعينيه. تمام. العرض يقعد اكتر من 24 ساعه. تمام. والعرض ده يبقى متكرر، يا هو يا اعراض اخرى. تمام. اعراض اخرى زي ايه؟ زي تنميل في الايدين، تنميل في الرجلين، عدم التحكم في البول، ادراك الرؤيه، يشوفوا حاجه اثنين، وهكذا. تمام. هذه الاعراض، لكن مهم جدا في التشخيص، يعني زي ما قلت لحضرتك دكتور مروان بيه، ان لازم استبعد اي مرض ثاني قبل ما اقول العين ده الناس. نو اذر بيتر اكسبلانيشن. تمام. طيب الجديد اللي كان حلو في التشخيص ان في دلوقتي حاجه اسمها بايو ماركر اقدر اشخص بيها المرض، واقدر اعرف المرض ده هيمشي ازاي مع الواحد،
واقدر اعرف لو حصل مشاكل في الادويه اقدر اظبطها بدري واعرف عليها بدري. يعني مثلا كان زمان يقول لك نعمل رنين مغناطيسي على المخ، تمام، نشوف نقطه او نقطتين او في النخاع الشوكي ونعمل بالصبغه. دلوقتي لا، لازم نعمل صبغه تسلا، رنين مغناطيسي على المخ وعلى الفقرات المغناطيسيه، لازم نعمل تحليل السائل النخاعي ونشوف حاجه اسمها اولوجو كلونال باند، وبنعدهم اثنين او اكثر، خمسه او 10 او 15، تمام، اج اندكس. يعني في عوامل بنشوفها حاجه اسمها نيورو فيلمنت، وهذه الحاجات الحديثه اللي انا بشوفها بدور عليها بسهوله، بحطها مع التشخيص الاكلينيكي نمره واحد، مع الاشعه نمره اثنين، مع السائل النخاعي نمره ثلاثه، اقدر اوصل ان انا اشخص بلا اي اعراض مسبقه. اقدر اشخص حاجه اسمها راديولوجيكال ايزيز سندروم، يعني واحد او واحده وقعت خبطت فاصه، اعمل لها رنين الاقي فيه نقطه، اقعد بسرعه ادور، فاقدر اشخص قبل ما العيال يجي له اعراض. تمام. طب عدى الراديولوجيكال ايزيز حاجه اسمها كلينيكال ايزيز، يعني واحد مره واحده لا الاثر راح في عينه، راح يطلع العيون اداله حاجه وخف، لا لازم اعمل له رنين مغناطيسي وعمل له بذل سائل نخاع واشخصه مبكرا، عشان زي ما قلت لحضرتك كده الوقت مهم جدا. تايم از فيري امبورتنت في التشخيص وفي العلاج. طيب معالي الدكتور، احنا كده عرفنا ايه الاسباب، ايه الاعراض، طريقه العلاج. في مشكله بس هنا، اولا معظم المحافظات ما عندهاش اي خلفيه، فوزاره الصحه لازم تتولى هذا الامر اعلاميا. الاطباء في كل مكان لازم يكون عندهم ايه هو المرض وازاي يحولوا على المتخصص. المشكله الاكبر معالي الدكتور، العلاج ربما يكون مكلف على بعض الحالات، اذا في ديت واسال الله نشفي كل مريض كيف يتعامل؟ هقول لحضرتك، احنا عندنا مثلا في القصر العيني في عياده اسمها عياده الشماس، تمام، في موجوده كل معظم ايام الاسبوع، الا عشان بس في وقت كورونا قلت مواعيد العياده، موجوده طوال الاسبوع. التشخيص والعلاج مجانا. التشخيص والعلاج مجانا، حتى ولو ما عندوش معالي الدكتور، حتى لو ما عندوش تامين صحي. بص يا سعاده الرئيس، احنا في ثلاث حاجات. تمام. الاولانيه العلاج على نفقه الدوله، تمام، يجي القصر العيني ياخد تقرير لجنه ثلاثيه منتدبه الاساتذه من القصر العيني، تمام، بالحاله بتشخيصها يروح يتعالج على نفقه الدوله، تمام. وفي كمان اللي هي تامين صحي، عندنا لجنه في الدقي للتامين الصحي، على في مصر ومعظم المحافظات فيها لجان تامين صحي، تمام، بتعالج مجانا، طلبه في الجامعات والمدارس مجانا. معالي الدكتور، اعتقد مفيش حد بيحتاج علاج ما يروحش يركب. معلش اتحملني معالي الدكتور، طلبه الجامعات والمدارس بما فيها الحكومي والخاص؟ كله يا باشا، كله، اي حد عنده ام اس بيتعالج على نفقه الدوله مجانا او على التامين الصحي مجانا. تمام. معالي الدكتور، يعني السؤال الاخير، هل لازم يتلقى العلاج في القصر العيني ولا ممكن في محافظته؟ لا في محافظته، احنا بس القصر العيني جهه للتشخيص، ثم بنكتب العلاج، ثم بيروح اللجنه الثلاثيه دي بتبعته على لجنه الام اس او على التامين الصحي، وبيصرف العلاج كل واحد في المحافظه بتاعته. تمام. مستشفى مجهزه تصرف العلاج هناك. أنا شاكر لك معالي الدكتور جدا جدا على هذا الوقت اللي استقطعته من حضرتك، وعارفين مشاغلك اليوم، وكمان رؤية لكل الأطباء من الأستاذ الدكتور عادل حسني، أستاذ المخ والأعصاب بالقصر العيني، جامعة القاهرة، وأمين عام جمعية الإم إس المصرية. شكرا لحضرتك. طبعا أمر زي كده، برنامج مع القادة مش هيعديه، ولازما توصل رؤية لكل الأطباء ولكل المحافظات أن هذا المرض رغم أنه هو جديد عندنا في مصر، حوالي كما ذكر معالي الدكتور 30 ألف حالة عندنا في مصر، ليس بالقليل، يصيب النساء بنسبة 2 إلى 3 للرجال، يعني نسبة النساء أعلى، أكثر فترة مرض من 20 إلى 40. لكن الدكتور قال، الأستاذ الدكتور عادل حسنين، إن المريض بيرجع أفضل من الأول إذا تلقى العلاج، وقال إن العلاج في كلا الحالات أو في معظم الأمور هيكون على نفقة الدولة أو على التأمين الصحي. نتواصل إن شاء الله مع معالي الدكتور، وأي حاجة تخص هذا المرض
على مستوى جمهورية مصر العربية برنامج مع القادة على أتم الاستعداد يتلقى هذه الشكاوى مش كده وبس، ويتحرك بيها عن طريق مراسليننا في كل المحافظات إن شاء الله، وهكون خدمة لله سبحانه وتعالى خالصة عشان نقدر نوصل بالعمل إن يكون فيه بجد بركة. أكيد لما نعلن حاجة زي كده ربنا أعلم بالنوايا وليه رحنا للنقطة دي، وأسأل ربنا سبحانه وتعالى إن يشفي كل مريض وكل إنسان مبتلى، ربنا يرفع عنه هذا البلاء لا يعرف مقدار الصحة إلا من فقدها. كلنا يعرف المثل، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا داووا مرضاكم بالصدقة. بقول لكل بيت فيه مريض إلجأ لله أولا سبحانه وتعالى، ثم تصدق ولو بالقليل، بعد ذلك خذ بالأسباب تداووا عباد الله، فإن الله ما جعل داء إلا وجعل له دواء إلا داء واحدا وهو الهرم أو الكبر في السن. عشان كده الإنسان يكون متفائل، وعنوان حلقتنا النهاردة حبينا نخليها دعوة للتفاؤل. أكيد مهما كان الابتلاء هو يولد كبير مع قدرة ربنا سبحانه وتعالى أن الأشياء تولد صغيرة ثم تكبر، إلا الابتلاء يولد كبيرا ثم يصغر. لا تجعل الأمل تفقده أبدا، بالعكس قال العلماء لأن يفقد الإنسان جزءا من أعضائه أفضل من أن يفقد الأمل. ربما الإنسان يفقد عضو من أعضائه ما زال الأمل عنده يستطيع أن يعيش، إنما الإنسان لو فقد الأمل هيفقد كل شيء. الإنسان اللي عنده مريض في بيته أنا بقول الله يكون في عونه بجد، البيت كله يتأذى من هذا الأمر، لكن هو ابتلاء من الله سبحانه. عايشين في دنيا يا جماعة، اوعى تفكر ان الانسان لما بيضحك تقول ان الانسان ده مبسوط وسعيد، اوعى تفكر ان المنصب والجاه والسلطان وسياده الباشا وسياده البيه والمناصب اللي كل منا بيجري وراها هي بتجيب سعاده. لا يا جماعه، دي اسباب من اسباب السعاده، لكن لا يساوي هذا شيء اذا مرض الانسان وكان على سريره لا يستطيع ان يحرك ساكنا. ما فائده المنصب؟ ما فائده المال؟ ما فائده الجاه؟ لا فائدة في كل هذا على الإطلاق. لذلك أفضل شيء هي الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من أصبح معافا في بدنه، صحته كويسة، عايز يتحرك اتحرك، عايز يمشي مشي، بيحرك إيد بيحرك رجل، يسمع بأذنيه، يرى بعينيه، يتكلم بلسانه، والله نعمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، من أصبح معافا في بدنه. ما بعد كده الشيء الثاني، آمنا في سربه. والله نايم في بيته، الباب مفتوح، الشباك مفتوح، أولاده بيخرجوا بيروحوا المدرسة بيروحوا الجامعة وبيرجعوا في أمن وأمان، نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه، عنده كم مليار؟ كم منصب؟ عنده قوت يومه. النهاردة الأحد برنامجنا مع القادة الساعة 6، عنده أكل يكفيه النهاردة لحد يوم الاثنين الساعة 6، ده ملك الدنيا بحذافرها. عشان كده الرضا في الرضا، سلم الأمر لله، مهما كان الابتلاء الله قادر على أن يرفعه، مهما كان المرض الله قادر على أن يرفعه. ثق بالله سبحانه وتعالى، أغمض عينيك ثم فكر، ما تفكر فيه سوف تراه بعينيك. ما أجمل الصبر، ما أجمل الإنسان يتحلى بالصبر على قضاء الله وعلى قدر الله، ويعلم يقينا أن هذا البلاء قادر ربنا سبحانه وتعالى على أن يرفعه. الإنسان مننا لا يملك لنفسه شيء. يا مناس بين عشية وضحاها، ما بين الليل أو النهار أو بين النهار الليل، وكان بصحته أصغر مننا، أقوى مننا، أغنى مننا، أكبر مننا، أصغر من عننا مننا، فجأة فقد يا إما الحياة كلية توفاه الله، أو فقد شيئا من أعضائه، أو أصيب بمرض. فهل يستطيع أحد منا أن ينجو من هذه الابتلاءات؟ مستحيل.
لكن قدر الله علينا، لابد وان نصبر، لابد وان نحتسب كل امر يصيبنا، ان الله سبحانه وتعالى يكفر بذنوبنا. ولكن اذا كان الذي يصاب شاب في مقتبل عمره، بنت في مقتبل عمرها، نعلم ان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يعيدها مرة ثانية إلى ما كانت عليه وأفضل إن شاء الله. من كل قلبي أدعو لكل أبنائنا ولكل بناتنا ولكل مريض بالشفاء العاجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن كل بيت فيه مريض هذا الهم وأن يعينهم عليه. عندنا الصحة في مصر تحتاج إلى إعلام، للأسف بنتكلم عن مرض منتشر أكثر في دول أوروبية، أكثر في دول خليجية. عندنا في مصر نصل إلى 330 ألف حالة، وربما 30 ألف حالة موجودة عندنا في مصر، وللأسف ليست هناك معلومات كافية. مش عايز أقول عند الناس بس، حتى عند بعض الأطباء. إذن وزارة الصحة معنية أن تنشر هذا الأمر وتكون نشرة دورية على جميع المستشفيات، بل عند كل العيادات سواء كانت حكومية أو خاصة. معنا الأستاذ هاني من القاهرة. السلام عليكم أستاذ هاني. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. اتفضل أستاذ هاني. ألو. يا دكتور إزاي حضرتك؟ اتفضل حبيبي. أحيي حضرتك على البرنامج الجميل وأسرتك قناة بالكامل. ربنا يوفقكم يا رب. تسلم يا حبيبي. اسمح لي بس أعلق على مباراة إمبارح بتاعت المنتخب المصري أمام منتخب توجو. أولا إحنا ربنا كرمنا بالفوز بدعاء الوالدين ودعاء الناس، لكن حقيقة علامة استفهام. قيل زمان منتخب صلاح، أستطيع الآن أن أقول فعلا منتخب صلاح. تفضل أستاذ هاني. أولا نتمنى السلامة إن شاء الله ويرجع لنا بألف سلامة اللاعب المصري الموهوب اللي رفع اسم مصر دايما محمد صلاح. ربنا يشفيه يا رب. نتمنى له السلامة يا رب. للأسف كان في بعض تهاون من بعض اللعيبة وسوء الأداء التحكيمي، حكم ضعيف الرؤية، مش شايف كور كتير، أكتر من ضربة جزاء مستحقة ما اتحسبتش. الحمد لله إن الماتش انتهى بهدف، لكن للأسف يعني إن شاء الله نتمنى في مباراة العودة يكون أحسن من كده، لأن مش ده مستوى المنتخب المصري، وإن شاء الله المنتخب يقدم مباراة ليه باسم مصر فعلا. أستاذ هاني من القاهرة شكرا لحضرتك. يعني فعلا مباراة أمس باهتة، مش المنتخب المصري اللي بيلعب، ما تقوليش بقى مدرب، ما تقوليش لاعبين، لا لا لا، أنا بتكلم اتحاد الكورة. أنتوا راضيين عن هذا الأداء؟ أنتوا متحملين المسؤولية. برنامجنا مع القادة لما بنخاطب القائد في هذا المكان. اتحاد الكورة المصري هو المسؤول عن هذه النتيجة، هو اللي جاب المدرب، المدرب اختار اللاعبين، فلما نخاطب اتحاد الكورة ونقول له يعني لازم يكون لك بصمة، ابدأ عالج أمورك حالياً. احنا ربنا كرمنا وفزنا امس، ان شاء الله الاسبوع القادم عندنا مباراه مهمه عايزين نكسبها ونبدا نعمل منتخب قوي. وبقول للعيبه كانت فرصتكم غياب صلاح، هو اولا في حاجه كده قدر ربنا، كابتن محمد صلاح ربنا يشفيه ويعافيه ما لعبش ولا مباراه تحت قياده المدير الفني الحالي كابتن حسام البدري، هي ترتيبات ربنا، حتى هذه اللحظة ما لعبش أي مباراة. أتمنى أن الكابتن حسام البدري يستغل هذه الفرصة، ولاعبين كل اللعيبة المصريين يستغلوا هذه الفرصة ويثبتوا فعلا أن المنتخب قوي بصلاح أو من غير صلاح، لأن لو رجع صلاح ورجعت الانتصارات فعلا كلنا نقول منتخب صلاح وما فيش في المنتخب غير صلاح. وأدى هذا الأداء الباهت أمس، يقدر يغير يراجع نفسه. المباراة القادمة صلاح مش موجود في الملعب أيضا، غايب عن المباراة، بس إن شاء الله هيرجع صلاح قريب. برنامجنا وحلقتنا النهاردة دعوة للتفاؤل، إن شاء الله صلاح هيرجع وبندعي له بالشفاء. وفعلا فخر العرب، فعلا أثبت صلاح بغيابه أمس أنه رقم واحد ورقم 11، هو الحارس، هو الدفاع، هو النص، هو الهجوم، كل شيء صلاح. لو كان صلاح بيلعب أمس كان اختلف الوضع. لا، اللعيبة المصرية انتوا مش عايزين يكون لكم اسم، اثبتوا وجودكم بقى الماتش اللي جاي. كابتن حسام البدري، صلاح لو رجع المنتخب هيكسب ويكسب كتير ان شاء الله، لكن فين بصماتك؟ انا مش متخصص في نقد، ولكن وانا بتفرج الناس كلها بتعلق، لا توجد بصمه للمدرب في المباراه،
لا يوجد لاعب يلفت الانظار في المباراه، ما كانش فيه حاجه غير النورمال، الامور العاديه جدا، وكسبنا بدعاء الوالدين. واتمنى من ربنا المباراه القادمه ربنا يوفقنا. معنا الاستاذ سالم من البحيره. السلام عليكم السالم. وعليكم السلام دكتور، مرحبا بك. اتفضل يا حبيبي، الله يبارك فيك. الله يخليك يا باشا. احنا طبعا بندعو الكابتن صلاح اللي هو الراجل اللي رفع راسنا وكويس كويس واستاذ راسنا وفي الاول، ربنا يخليه يساعد العم ده يا رب. واتمنى برضه المنتخب حضرتك، المنتخب بتاعنا ده يعني عاوزين يعني بص يشتغل شويه كده. اتفضل يا سالم حضرتك. حضرتك عاوزين المدرب بتاع المنتخب المصري ده حضرتك الكابتن حسام يعني البدري. ايوه، وانا مش راضي عنه بصراحه. لا مش واضح، بتقول لحضرتك مش راضي عنه خالص ولا على اداؤه. اكيد طبعا، ما هو محدش هيرضى عن الاداء بتاع امبارح، سواء بقى شالها المدرب، شالها اللعيبه، شالها اتحاد الكوره، الاداء لا يرضى عنه احد. تمام، بس احنا عندنا ناس اكفاء تنفع المدربين عن كابتن حسام البدري. مش عارف انا الناس دي ايه. سمعت ماتش امبارح انا خالص والله، المنتخب والمدرب يعني ماتش خالص يعني. استاذ سالم احنا شكرا لحضرتك، واحنا بنحمد ربنا ان ربنا كرمنا بالنصر امس، ويا رب دايما النصر لمصر. احنا برنامجنا بينتهي، وقتنا لحلقتنا بينتهي، لكن انا عايز اقول كلمه لكل الشعب المصري. اللي حصل في الانتخابات بحلوها ومرها، الصوت وصل الى كل الجهات الرسميه، واعتقد المخابرات المصريه مش بعيده عن الواقع وواصلها الامر ده. في امور الحاجه او اللحظه او التوقيت الدولة عايزها كده، فشجعت اللي بيحصل. أما حزب مستقبل وطن ليس حزب الدولة، ولكن هو بينفذ تعليمات الدولة عشان نصحح الأمور بس. والبعض اللي بيقول إن كل الجهات التنفيذية بتخدم على مستقبل وطن، لا يا حبيبي اصحى، أنت بتنفذ تعليمات الدولة، مطلوب منك تأدي الجيم بالطريقة دي فأنت بتأديه، ليس العكس. مش الدولة اللي بتخدم عليك، لا مستحيل، وهذا تأكيد من كل المسؤولين. كان عندنا فيديو تم نشره منذ 5 أيام على برنامج مع القادة، وصل تقريبا عدد المشاهدات لهذا الفيديو ما يقرب من 400,000 مشاهدة، وتجاوز 550,000 وصول، وكمية تعليقات كبيرة جدا جدا على هذا البرنامج وصل للجهات المسؤولة. وإحنا بنقول إن مصر لها سياسة، والدولة بتحط مخطط، اللي ينفذ المخطط ويقدر ينفذ تعليمات الدولة، الدولة بتديله الفرصة، بس مش فرصة على طول، لا. موضوع الانتخابات السنة دي استثنائي، المليارات، مش هقول الملايين، المليارات اللي دفعت لشخص عشان يجي قائمة، الملايين اللي دفعت لشخص عشان ينزل الفردي رقم 1 أو رقم 2 أو رقم 3، المبالغ الكبيرة جدا جدا اللي تم دفعها لبعض الأشخاص عشان ما يترشحش، ودفع مبالغ كتيرة جدا جدا لواحد كان واخد حكم ثم تنازل عن الحكم لأنه قبض. كل هذه الأمور ليست ببعيدة عن كل الجهات الرقابية في جمهورية مصر العربية، لكن مصر في القيادة، مصر في الريادة. حفظ الله مصر وأهلها، حفظ الله مصر وشعبها، حفظ الله مصر وجيشها، حفظ الله مصر وأمنها، حفظ الله مصر ومن أحبها. إلى أن ألتقي بحضراتكم الأسبوع القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القادة.